مرحبا بكم عزيزي المتتبعات، نتمنى انكم تكونوا في احوال جيده. اليوم مطبخ ام روان غادي نقدم لكم واحد الاقتراح من التحضيرات ديال رمضان، وهذا الاقتراح كيسهل عليك انك تحصلي على عصير في رمضان ملي كتكوني زربانه ومشغوله شحال من حاجه، وهو الليمون. غادي نصوبوه ونديروه في المجمد، وكيجي بهذه الطريقه كيجي باقي ملي كتعصري كيجي كانه فريش باقي طري. والطريقه سهله، هي عندنا فيها كنحتاجوا لها الليمون والاكياس خاصه بالتجميد. اول حاجه كنشدو الليمون كنقيو، كنحاول ان نحيدو منه العظام، نحيدو ديك القشره البيضاء. نحاول نحيد هذه القشره البيضاء لان هي اللي كتعطينا المروره للعصير. هذا القلب تاعو كنحيدوه على الطريقة ها. كاين عظام كاين قشور بيضين كلهم كنحاولو نحيدهم. انتي سيداتي كنبقاو نصوبو في الليمون على هاد الطريقه حتى نكملو كاع الكميه اللي بغينا، ونعاودو نرجع. هانتوما سيداتي، انتي ملي كملت الكميه اللي عندي قطعتها كلها على الطريقه، غادي ناخذ الاكياس وغادي نبقى نستفهم فيه بهذا الشكل. قلنا انها كتجي طريقه عمليه بزاف، لا في التحضير ديالها الاولي دابا لا ملي كتبغي تعصريه في رمضان. كديري ليه هاد الطريقه، كتخليه كتحطيه في فريكو. انا حضرت هاد الكميه قليله هي باش نوريكم شي حاجه اللي توجدوا ليها ان شاء الله ملي قرب رمضان ديروها. انا الكميه كثيره ما غاديش ندير انا من دابا، غنديها طات يفوت نص شعبان، هي اللي كنبدا ندير التحضيرات اللي غندير في المجمد. دابا باقي الحال الكميه درتها هي، دابا نوريها لكم. ماشي في رمضان هاد الطريقه، حتى من غير الايام الاخرى العاديه كتليق. صيف ملي كيكون عندك الليمون بكميه كثيره تخافي لي يخسر، دير ليه هكا وتخشيه في الفريكو تما بغيت تعصر عصير تلقايه موجود. يا عصير ليمون بوحدو، عصير مع فواكه اخرى تلقايه موجود. هاد الكيس بانا كامل نحلو ونزيد فيها شويه
هما ها هو الليمون ديالنا ها هو هاد الكيس ها لاخر تحصل على هاد الطريقة كتسد فيهم كتحطيهم في المجمد ديالك وقت ما احتاجتيهم كتلقايهم موجودين كنتمنى هاد الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بلي لايك وباشتراك في القناة ديالي كاين هناك العديد من المواصفات من تحضيرات رمضان ان شاء الله غادي نديروها وشكرا على المتابعة والى اللقاء